اطباء مستشفى الشفاء بجد ابطال حقيقيين. رفضهم انهم يتخلوا عن 150 طفل في الحضانه لا حول ليهم ولا قوه، هو ده اللي دفع امبارح المظاهره في انجلترا، وهي على فكره مليونيه حقيقيه، كانوا بيحاولوا بقدر المستطاع انهم يوقفوا المليونيه دي، انهم قفلوا كل تواصل محطات اللي ممكن يوصلوا بيها للسنترال بارك، وما قدروش فعلا يوقفوا الحجم الكبير ده. رجوعا لأطباء مستشفى الشفا، الأبطال دول لقوا إن 150 طفل اللي هيسيبوهم في الحضانات دول هيموتوا. ليه؟ لانقطاع الغاز، انقطاع البترول، انقطاع الكهرباء، الأكسجين مش متوفر عندهم، وهم أطفال لا حول ليهم ولا قوة. فقرروا إن على الأقل لو هيتم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربنا يديهم توت العمر، الأطفال دول كتب عليهم إنهم يستشهدوا، فهم قرروا إن هم يكونوا جنبهم. طبعا الإنسانية الحقيقية بتبان في المواقف الصعبة.